أصحاب برج الثور، هنشوف القراءة من كافة الأوجه. خلينا نبدأ بداية وبداية وبداية بالعاطفة، واللي هي أهم حاجة بتهم أصحاب الأبراج، واللي بتميز المرحلة اللي احنا فيها. الناس فاضية، الناس ما وراها الشغل، الناس في حظر، فمن حقنا على الأقل إن احنا نحب يعني، ولا هيبقى لا حب ولا شغل يعني، يبقى حرام. فإن شاء الله ربنا يجعل لكم من الحب كل نصيب. خلينا نقول، بص يا برج الثور، حصل إن حضرتك أو حضرتك بداية كنتوا في علاقة حب، والحبيب سابكم وبعد من فترة قريبة مش من كتير. بعد، اداكوا ظهره، ما عادش بيرد على التليفونات، عمل بلوك، وفي منهم اللي ما عملش بلوك ولا اي حاجه، بس ما عادش بيرد على التليفون. طيب، ممكن يرد كل فتره طويله، وكان مشغول، كان مش فاضي، ما سمعش التليفون، ما سمعش الاتصال. طيب، ايه حقيقه مشاعره الشخص دوت واللي بالاسلوب دوت؟ ايه حقيقه مشاعره؟ حقيقه مشاعره في الحقيقه ان في شخصيه تانية في حياته، وبيحاول ان هو يوفق الوقت ما بينكم وما بينها. في اغلب الاوقات ما هوش عارف، فطبعا متخلي شوية او مخلي الوقت بتاعه متقسم بينكم وبين بعض، بس لا، هي اخدت التلتين، او هو التاني اخد التلتين، التلات ارباع، وانتوا الربع. ده اذا رد اصلا، وبيرد وبيبقى متزمت كده، واعصابه مش حلوه، ومزاجه مش رايق، وانا الجو والاحوال، ومفيش مزاج، ومفيش ومفيش، وما بقى اروح ابقى اكلمك او اكلمك ايا يكن. بيقعد يتحجج باعذار كتيره، ومن اهمها الاحوال الماديه، وحاله الشغل، وحاله الزهق اللي البني ادمين فيها، وجو الكورونا، وانا ملياش مزاج ومليش نفس. وممكن اوقات كتير كمان يقول ان هو ما معهوش شحنه علشان يتكلم. طيب، الحل معاه ايه؟ الحل معاه ان انتوا سيبوه. ان رجع والله يبقى في نصيب معاه، وان ما رجعش يبقى السكه اللي تودي وانتوا الكسبانين، وهيكون ليكم علاقه انجح في وقت قريب. تمام؟ طيب، برضو سبحان الله، يعني القراءة التانية برضو، أو الحالة التانية، هي برضو حالة عاطفية. الحالة ديت من مواليد برج الثور، في منهم اللي في علاقة ثلاثية، واللي في علاقة ثلاثية دول متألمين ومغمومين، بس بالفعل هم عارفين ان في علاقة ثلاثية، وهم عارفين ان هو طرف، ان هم طرف فيها، وموافقين وراضيين وكل حاجة، وبيقبلوا باللي بيتفضل لهم من حبيبهم أو اللي بيتبقى منه يعني. وقد كده هم راضيين دايما، قنوعين دايما باللي بتعطلهم، ما بيقولوش، ما بيعملوش أي مشاكل. المشاكل دايما بتيجي من الطرف التاني، ومع ذلك هم اللي بيستحملوا العواقب. شايفين في غيوم ازاي ملبدة السماء بتاعت العلاقة الثلاثية؟ وقد كده ان السهم اللي في النص، او السيف اللي في النص ده، اكتر واحد مأذي فيهم، لانه مش كفاية عليه ان هم مخترقينه واخدين حقه، لا، هو كمان هو اللي شايل هم الليلة دي كلها فوق دماغه. فطبعا ليكم تحقيق أمنية غالية، وهي إن شاء الله إن ربنا هينظر في أمركم، هيجعل لكم الأصلح من كل أمر إن شاء الله. وفي رحيل لصاحب الطرف الثالث، وجود ليكم لوحدكم في قلب حبيبكم، ورحيل له بعد تام، هيظهر على حقيقته للطرف اللي انتوا بتحبوه، وهيبان قدامه على حقيقته، ومش هيلاقي زيكم في الدنيا، فهيفضل معاكم وهيسيب الطرف الثالث خالص. هتكون علاقة ناجحة ان شاء الله، وفيها تحقيق امان كتيرة، وممكن كمان اتمام للعلاقة بترسيم العلاقة دي بخطبة او بزواج. يا رب ليكم كل الخير. خلينا نشوف بقى بالنسبة لقراءتنا المادية او العملية. قراءتنا المادية او العملية بتقول ان ليك انطلاقة، على قد ما كانت بدايتها فيها شوية طيش وفي شوية مشاكل، بس ان شاء الله في انطلاقة ناجحة في الايام اللي جاية، في الشغل، في المشروع اللي انتم بتقدموا فيه او اللي انتم اصلا بدأتوه. وكان في الاول في شوية مشاكل ومناوشات مع الشركاء، حاسين ان الموضوع مش هينجح، بس هو ان شاء الله مثمر وناجح، ولكن بالصبر. محتاج منكم شوية صبر، شوية تمهل، شوية تعقل، شوية سرية
عشان في اشخاص بينخوروا وراكم وبيحاولوا يعرفوا سركم، انتوا بتعملوا ايه، بتجيبوا منين، إيه بتصرفوا اموركم ازاي. الاشخاص دول في ليهم اختفاء وفي ليكم نصرة كبيرة جدا، نصرة على الاعداء وفجر جديد بعيدا عنهم تماما، وكل الناس اللي بتحاول تحط مناخيرها وبتحاول تحط عينها في حياتكم ان شاء الله ليهم اختفاء تام، مش هيبقوا موجودين. هتشوفوا الهنا والسعد والراحة في عدم وجودهم. اشخاص حقودين، حسودين، فضوليين، بيحبوا يبقوا دايما في حياة الناس ويبقوا مدفسين دماغهم فيها. اشخاص بكل معنى الكلمة كانوا بيضايقوكم جدا يا اصحاب برج الثور. تمام. بالنسبة بقى للحالة المادية، المادية البحتة، فالحالة المادية وانتوا في المرحلة دي بتنتظروا فلوس او بتنتظروا عائد مادي معين بيجيلكم، فان شاء الله انتوا في حالة انتظار، وان شاء الله الحالة دي مش هتكتر مش هتطول، لان ليكم ان شاء الله فرج قريب وحدوث للفلوس اللي هتيجي قريب. مش هتبقى كتير قوي بس هتيجي ان شاء الله، وهتبقوا سعداء بيها لانكم اصحاب برج راضيين. تمام. في ايه كمان بالنسبة للماديات؟ في ترقية او علاوة للموظفين ان شاء الله، وان شاء الله هتكون حاجة انتوا بتستحقوها من زمان وكان المفروض تحصل، بس نتيجة وجود عقبات، نتيجة وجود الكورونا، نتيجة وجود تأجيلات وعراقيل كتيرة كانت متأخرة عنكم، فان شاء الله تملك حاجة معينة. ممكن حد فيكم كمان يجيب يعني عربية أو موتوسيكل أو حاجة شبه كده، وسيلة نقل جديدة. إن شاء الله تكون أدم السعادة عليكم ويرزقكم خيرها ويبعد عنكم شرها. كمان في زي ما قلنا منصب مهم جدا أو ترقية كنتوا بتستحقوها هتكون من نصيبكم في الأيام اللي جاية. خلينا نشوف بالنسبة للمنفصلين والمطلقين والعزاب، حبايبي من العزاب ومتأخرين الزواج، الحكاية بتقول ايه؟ الحكاية بتقول بالنسبة للمنفصلين والمطلقين، فكان في فاعل، كان في شخص خافي بيلعب وراء الأجواء وكان السبب في الطلاق أو الانفصال. حد منهم كمان مارس أعمال سحرية عشان يخطف منكم حبيبكم وياخدوا لنفسه وهكذا، والموضوع انتهى بان انتم مارستم نوع من انواع العلاج المعين، العلاج ده جاب نتيجة، الحبيب راجع، بنقل البيت من اول وجديد، عودة للعلاقات ان شاء الله، وهيكون في نجاح وعدم انفصال بعد كده ان شاء الله. طيب بالنسبة لحبايب العزاب ومتأخرين الزواج، فان شاء الله في فرصة كبيرة للتقدم لخطبة وزواج وعروض للحب. بقبولكم طبعا هتتم ان شاء الله ايام سعادة كتير، حالة نفسية متحسنة ان شاء الله في الايام الجاية، معنويات عالية، هتحسوا بان الحياة كلها تفاؤل وامل، وان هي فعلا الحياة جميلة وتستاهل ان هي تتعاش بوجودكم فيها يا اصحاب برج الثور. بحبكم كلكم في الله ولله، ودايما نفسي ان انتوا تكونوا معايا وتكونوا موجودين. سيبوا لي تعليق حلو، وكمان تنسوش اللايك، وتحاولوا دايما ان انتوا تدعموني بمشاركة اصحابكم في القناة وفي الفيديوهات. بحبكم كلكم.